طبعا اكيد نتيجه مباراه الذهاب او الشكل احنا كنا شايفين فيه النادي الاهلي قدم مباراه ممتازه، خصوصا انها جت بعد يعني مباراه القمه بين نادي الزمالك كان فيها نتيجه سلبيه، والحمد لله النادي الاهلي في ماتش مازن برغم التعادل سلبيه بس الشكل كان جيد جدا 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 وسط طبعا برضو الغيابات. لكن لازم نخلي بالنا ان احنا بنلاعب فريق ارقامه الدفاعيه ممتازه وفريق بطل، خلي بالك نادي مازن، نادي مازن بخلال النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا لم تهتز شباكه سوى ثلاث مرات فقط، ده رقم مميز. حتى ايفي لو احنا حسينا بكل امان في ماتش الذهاب ان احنا بنصل لمرمهم بسهوله، يعني احنا قلنا النادي اللي احنا حتى في حاله التحليل ده تدريب فرقه مازيمبي طبعا واحنا بنتكلم حلقه التحليل اللي شاف حلقه التحليل نادي مازيمبي قبل مباراه الذهاب اعتقد كنا قدمنا لكم ما يشبه يعني كشف الورق مازيمبي، وده اللي شفناه في الماتش. فريق فعلا بيعتمد على الجبهه اليسرى عن طريق اوسكار، الفريق عنده مشكله كبيره جدا 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 في الجبهه اليمنى بتاعته، وشفنا ازاي عبد القادر بمهاراته قدر يخترق الجبهه دي اختراقات يعني مهمة جدا جدا. وسام ابو علي قدر ان هو قلنا اتكلمنا وكان ثابت يركز على الكرات العرضية، واتكلمنا ان هو وقفتهم في الكرات العرضية وقفة سيئة وعندهم بعض المشاكل فيها. فلازم ناخد بالنا الفريق فعلا فريق مش هين، فريق مش سهل، فريق صعد للدور اللي احنا فيه ده من ماتش العودة مش من ماتش الذهاب، لان نفس السيناريو اللي قاعد بنتكلم فيه ده حصل مع بيترو اتلتيكو، تعادلوا في مازيمبي 0-0 وراحوا في انجولا دخل فيهم هدف في بدايه المباراه، بس قدروا ان هم يقلبوا الماتش في اخر 10 دقائق ثابت لما جابوا هدفين في خلال 7 دقائق. صحيح بيترو اتلتيكو بدا يهاجم هدفين الحارس طلع وتقطع في كره ركنيه وجابوا الجول الثاني وفازوا في مباراه كانوا هم خلاص قاب قوسين او ادنى من توديع البطوله. طيب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يقدر يرجع له بعض الاوراق في مباراه العوده يوم الجمعه، واكيد محتاجين احنا هنبحث عن المبادره الهجوميه، لان طبعا احنا ما زلنا احنا عايزين نكسب، لان تيجي برضه 0-0 ما بتساعدناش، يعني طول ما 0-0 كان انا بشوف ان الماتش يعني لولا ان الماتش ده حلو كنت هقول لك ايه، لكن هو عشان حلو فانا عايز اقول ان احنا لعبناه يعني. ايوه بس احنا محتاجين بقى يعني محتاجين ناخد بعض الدروس من ماتش الذهاب. حقيقي احنا الكرات الثابته يجب التركيز عليها بشكل اكبر، لان هم عندهم مشكله. هو حتى مرسل برافو عليك، لانه حتى مرسل كوره قال هذا الكلام. والحاجه الثانيه ان اتمنى 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 الحفاظ على اللاعب الجناح الهجومي المهاري في الجبهه الشمال، يعني عبد القادر. ليه؟ لان الباك اليمين عنده مشكله في مواقف واحد على واحد، الجبهه دي فيها ازمه، الجبهه اليسرى عندهم قويه دفاعيه، الجبهه اليمنى عندهم فيها مشكله، عبد القادر كمان في الايام الاخيره يا كابتن اسلام بيعيش واحده من افضل متوهج فترات، وكمان السوشيال ميديا بتدعمه. صحيح. والامانه دي بقت نقطه مهمه دلوقتي في نفسيات اللعيبه، فعايزين نستغلها، فاتمنى ان احمد عبد القادر يكون له دور في المباراه، وان شاء الله باذن الله باذن الله. برضه احمد عبد القادر محتاج بقى ان هو انت بتعمل الشغل بتبني الشغل حلو قوي. بنيجي عند الفينش او عند الحته الاخيره عشان خلي بالك رجله بره كتير. هو جاب جول في الزحقه عدى جول واحد بس، يعني نركز في الفينشنج. صحيح. هيخلينا نعدي حتت كتيره قوي قوي قوي، وكمان الثقه وجسور الثقه تتبني تاني افضل من الاول، خصوصا ان بصراحه عبد القادر لعيب موهبه وقلمه، ونادرا في الزمن الحالي في وجهه نظري ما هنلاقي لعيب بالامكانيات اللي عند احمد عبد القادر. إذا تحضيرات واضحة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة. عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير والنادي الأهلي